السلام عليكم ومرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية وتكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو عادي. اليوم حبيت نقترح عليكم ان ديسير، هو في الحقيقة انا ما عارفاش اشنو غادي نسميه بالضبط، يعني واش كيكة باردة او لا تحلية. مهم ان ديسير اللي كيجي رائع وكيجي خطير وتيجي يعني شي حاجة اللي هي واعرة بزاف، لا بالنسبه للمذاق تيجي لذيذ بزاف. طريقه التحضير اللي هي بسيطه ومكونات اللي هما اقتصاديين وفي نفس الوقت ماشي كتارين، يعني مكونات بساط كنقدروا نحضروا بهم احسن ديسير اللي ان شاء الله الا جربتوه انا متاكده بانه غادي ينال الاعجاب ديالكم. قبل ما نبداو ان شاء الله نشوفوا المكونات وطريقه التحضير، كنقول لكم ما تنساوش تشجعوني بلايك، تخليوا لي رأي ديالكم في التعليق، وإلا مازال ما اشتركتوش تنقول لكم مرحبا بكم اشتركوا معنا وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله بكل ما هو جديد. غادي نبداو على بركة الله وغادي نشوفوا مكونات هاد الدسير هذا. في المكونات راحنا غنحتاجو إترو ديال الحليب، 3 المعالق كبار ديال سكر سنيدة، 3 المعالق كبار ديال نشا الذرة اولا مايزينا، معلقة كبيرة ديال الكاكاو المر، غنحتاج 2 علب ديال الفلان، 2 علب كبار فلون ديال الشوكولات، وغنحتاج 2 ديال الياغورت ديال الشوكولات حتى هو يكون كريمي بهذا الشكل اللي كتشوف. الطريقه راها بسيطه بزاف. هنا كناخذ الحليب اللي كنضيف عليه جميع المكونات ما عدا الياغورت، يعني غادي ناخذ الحليب غادي نضيف عليه سكر سنيده، المايزينا اولا نشا الذره، غنضيف عليه الكاكاو، غادي نضيف ايضا 2 ساشيات ديال الفلون يكونوا ديال الشوكولات، هذا راه بالسكر، الا خديتو داك اللي بلا سكر فراكم هنايا غادي تزيدوا الكميه ديال السكر سنيده باش ما يجيكمش مسوس. غادي نخلط هاد المكونات هادو جيدا وغادي نوضعهم فوق النار ومع التحريك المستمر حتى كيبدا الخليط ديالي كيعقد وكيتقل ليا مزيان. وملي تيعقد لينا مزيان كنزولوهم فوق النار وكنضيفوا ليه الياغورت ديال الشوكولات كما قلت لكم، يكون هاد ديسير شوكولا اللي كيكون ثقيل شي شويه. غادي نحرك المكونات جيدا وغادي نوضعو جانبا وغندوزو للمرحله الثانيه من التحضير. فهاد المرحله الثانيه هادي غادي نحتاجو هاد لي بودوار هادو. بالنسبه للكميه راه كتبقى على حساب القياس ديال المول ديالكم شحال غادي يهز لكم، وغادي نحتاج هاد السيرو هذا اللي غادي نفزق فيه هاد لي بودوار باش نوضعهم مع الفلون ديالي. خديت انايا هاد المول هذا، ممكن تاخذوا اي مول متوفر عندكم او لا اي شكل نتوما كتفضلوا يكون عليه الديسير ديالكم. هنا غادي نبداو وغادي ناخذ المول ديالي، انا عندي هنا المول ما كيلصقش، ولكن الا كان تيلصق لكم فضروري ما غادي تغلفوه بالفيلم اليمونتير عاد باش تخويو الفلون ديالكم. هنا غادي نخوي الثلث ديال الكميه ديال الفلون اللي عندي وغادي ندوزو باش نبداو نستفو فيه لي بودوار. لي بودوار كنفزقوهم في هاد السائل هذا وكنوضعوهم. بالنسبه لهاد السيرو هذا اشنو حضرت باش حضرتو، درت فيه كاس ديال الماء مع السكر سنيده فوق البوطه حتى كيغلاو، وكنضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وكما كتشوفوا بهاد الطريقه هذه كنبدا كنفزق في هاد لي بودوار ديالي وكنبدا كنستفهم باش كيعطيوني واحد الطبقه ديال البسكوي، يعني كما قلت لكم بحال الشكل تاع كيكه بارده اللي كيكون فيها بيسكوي مع كريمه او لا فلون او لا، المهم كله باش كيحضرها او لا حتى التحليات راه كيكونوا بهذا الشكل هذا. هنا كنوضع لي بودوار ديالي كنستفهم. ممكن الا كان عندكم الخليط ديالكم ثقيل بزاف فراكم غادي ديروا طبقه ديال الفلون طبقه ديال لي بودوار، تغطيوها عاوتاني بالفلون وديروا ليها عاوتاني لي بودوار من الفوق. الاساسي هو هاد لي بودوار هادو كما كنقولوا تغطسوهم مزيان في الفلون ديالكم باش منين نقلبوه في طبق التقديم ونحطوه يبان لينا غير داك الفلون هكاك مغطي ديك الطبقه تاع البسكوي، يعني ما تيبانش اشنو كاين الداخل، تيبان لينا غير راه ديسير ديال الفلون ولكن الداخل ما عارفينش اشنو فيه حتى كيتقطع. هنا كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كاملها. انا راني درت الطبقه الاولى وخويت عليها الثلث الثاني ديال الفلون وضفت الطبقه الثانيه ديال لي بودوار، عاد غطيت كل شيء بالفلون. كنحاولوا ما امكن اننا نغطسو مزيان هاد لي بودوار ديالنا او لا اي بسكويت استعملته في وسط الفلون ديالنا، و
يعني ما خصناش نخليو ديك الطبقه تاع لي بودوار تكون طالعه، باش كيما قلت لكم الا حطيناهم في طبق التقديم ما تبانش لينا الطبقه ديال البسكوي على الطبقه ديال الفلان. نتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره مزيان. تنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كاملها، كنخليوهم غير في حراره المطبخ حتى كيدفى ليا الفلان ديالي، يعني كياخذ ليا درجه حراره المطبخ. من بعد غادي نغطيه بالفيلم اليمونتيغ وندخلو للثلاجة على الاقل 4 حتى 5 السوايع حتى كيشد لينا راسو مزيان وكيبرد مزيان، عاد باش كنخرجوه من الثلاجة باش نزينوه ان شاء الله. ومن بعد ما خليت الدسير ديالي ليله كامله في الثلاجة فرانا كنخرجو، كنزولو هذا الفيلم اليمونتيغ وتنقلبو في طبق التقديم، راه كيتزول بكل سهوله. كما قلت لكم انا هنايا المول ديالي ما كيلصقش، نتوما الا كان عندكم مول كيلصق او لا كنتو خايفين انه يلصق لكم او لما كنتوش واثقين بان هذا الفلون هذا راه ممكن يتزول لكم بكل سهوله، فيكفي انكم تاخذوا المود ديالكم وتغلفوه او لا تومباليوه مزيان بالفيلم اليمونتير. من بعد ما كتخرجوه راه كيتزول بكل سهوله وكياخذ لكم الشكل تاع المود ديالكم وكيجي رائع هذا الديسير هذا. بالنسبه للزين فرانا زينتو واحد الزين اللي هو بسيط جدا، يعني غير هاد الحفيرات هادو اللي في الوسط حاولت انني نعمرهم بلاصوص ديال الشوكولا وضفت عليه من الفوق شي شويه ديال لي سوغيز على ود هذاك اللون الاحمر ديالو، يعني اولا حب الملوك تنضيفو من الفوق كيعطي واحد الجماليه لهاد الدسير ديالي وكيجي واحد التقديم اللي هو راقي جدا. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه وانا متاكده وواثقه بانه غادي يعجبكم. هانتوما كتشوفوا هذا كيكون هو الشكل النهائي ديال الدسير ديالي، كيجي كما قلت لكم رائع لا في الشكل ولا في المذاق، ما تشبعوش منه، كونوا واثقين بانه غادي يكمل لكم في نهار والغد اللي غادي تصاوبوا واحد اخر ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. هنا غادي نشارك معكم حتى واحد الصوره ديال كيفاش لو كيجي من الداخل بالنسبه لهذوك لي بودواغ، راه كيوليو بحال كيك، تيجيو اسفنجيين، تيجيو مفزقين مع هذاك يعني مع هذا الفلو هذا، فصدقوني راه ما غاديش تندموا الا فتو تجربتوا هذا الديسير هذا. كنتمنى كما قلت لكم الفكره ديال اليوم ولا الاقتراح ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، نبغيكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعاليق، شجعوني ودعموني بلي لايك محتاجاهم بزاف. والناس اللي مازال ما اشتركوش في القناه كنقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا معنا وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله كل ما هو جديد. كنشكركم على حسن المتابعه ونتلقى ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة دائما على قناة ليلى للطبخ الأصيل. إلى اللقاء.